استاد الحياة. استاد الحياة برنامج أسبوعي نتناول فيه أخبار الملاعب وجديد عالم الرياضة. أخبار الشبيبة والرابطة الثانية والأولى، نتائج الدورية المحلية والبطولة العالمية، وآخر أخبار النوادي والفرق التونسية في مختلف الاختصاصات. هذا الكل في استاد الحياة. من جديد في استاد الحياة، نذكر السادة المستمعين قاعد يسمعوا فينا على 93.3 واللي يتابعوا فينا على لايف الستريمينج برنامج استاد الحياة اللي يجيكم كل نهار أحد من ماضي ساعة ما 3 متاع العشية. جزء أول نحكيه فيه على كرة القدم، وحكينا منذ قليل على بطولة الشبان، وكان متواجد زميلنا في ملعب علي زواب بالقيروان. أعطال النتيجة الحينية، تقدم الشبيبة على الأمل الرياضي بحمام سوسة 2-0. في انتظار نهاية المقابلة ونأخذوا النتيجة النهائية، وكان دخل معنا المدير الفني للشبيبة محمد الجريري وحافظ لهويربي مدرب الفريق الثاني للشبيبة الرياضية القيروانية. أكيد سعلي باش نحكيه توا باش نقيموا شبيبة القيروان، خاصة مع نهاية البطولة. بالنسبة للرابطة المحترفة الثانية، شبيبة القيروان للأسف ما تصعدش للرابطة الأولى، ومرة أخرى نجدوا تهانينا وألف مبروك للملعب التونسي أولمبيك سيدي بوزيد للعودة للرابطة المحترفة الأولى. مبروك للي صعد وهارد لك للي ما صعدش، لكن نحن بالنسبة لنا نحن شبيبة القيروان معناها سي اون ديسيبسيون. جماهير الكل عبد الله ما عندكش فكره، واحد يهبط يقضي، يهبط القهوه، يهبط المرش، يهبط اي مكان يصرف. الجمهور الكل تسال، والجمهور الكل معناها يتحاسب فينا، والجمهور الكل وين الشبيبه، والشبيبه مشات، والشبيبه والشبيبه. جمهور القروان الكل متحسر، جمهور الشبيبه الكل متغشش، جمهور الشبيبه الكل معناها متوتر يستنى ينتظر في خروج المسؤولين وشرح بعض الامور. الشبيبه حول معناها شنو الموسم هذه، وشنو هي اهدافه، وماذا تحقق وماذا لم يتحقق، وشنو ربحنا وشنو ما ربحناش، وشنو ما كسبنا وشنو ما كسبناش. فالمفروض تو وقت نتاع مصارحه الجمهور الشبيبه. وهذا هو بصراحه انا راه العيب الفترة ذي متاع 4-5-6 سنوات، الناس كل تتكلم إلا المسؤول. وقت اللي فما أصبحت فما حريات وفما والكلام ولا أجوجو، الناس كل تتكلم ما عدا المسؤول اللي هو أعطيناها معناها مقاليد التسيير، وما يفسر الناس وما يخرجش للجمهور وما يبردش هالسخانة هذه والحرارة وما يعطيش. نحن الشبيبة بدأت هذا الموسم وعلى أساس معناها مش نخدم للصعود، خاطر تنزل وعام ذا عام ما يتكررش، والعام اللي تنزل فيه مدام سخون ومدام جمهورك ومدام كذا كي تعاود ترجع معناها أضرب الحديد هو سخون. نحن إذا ضيعني السنة هذه معناها أنا نخاف وتوى نبردوا أكثر وتولي الامور متعكره وتزيد تولي مشي باهي بالكل 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 معناها. اذا ما تداركناش واذا ما وريناش من اللحظه هذه، ما نقعدش نستنى في سبتمبر انا وفي اوت. من اللحظه هذه اذا عندك حاجه مش تعملها يا سيد المسؤول توا تعملها على مستوى لي جون. كنا نحكيه توا ما تتوقفش الشبيبه تواصل. انت توا السنيور يرتاحوا 10 ايام ويرجعوا يخدموا ارواحهم، وخاصه اولادنا صغار يلون بزوان دو ترافاي ترافاي مشكلاسيون و و و و. انا توا المسؤول يخرج يشرح، خاطر اللي شفناه الموسم هذا بصراحه معناها برشا تقلبات. بدينا باطار فني ما نعرفوش علاش انسحب في اللحظه الحساسه، وقت اللي بدات مباريات جربه وبدات معناها مرحله معناها مش نوصلوا للدورة بتاع الصعود ولا لا. الإطار ينسحب، اللي بناه كل شيء، اللي جاب عمل الانتدابات وجاب وعمل واخذاء إدارة فنية واخذاء إدارة رياضية واخذاء تدريب، ينسحب في ظروف غامضة. ما ننتظر في مسؤول، ننتظر يعني ننتظر شخصيا نقولك بالاسم ولقب، يعني ننتظر في سي عبد الرزاق طراد يفسر لنا معناها كان معناها العشمنا نتاعو كبير في الإطار الفني اللي بدا بيه، ومن بعد ما سمعنا شيء وما فهمنا شيء نحبوا نسألوا علاش.
ثم جاء الفترة بتاع سي سالم القذامي، بارك الله فيه، أنا أعتبر شجاعة من سالم القذامي يستلم في الظروف هذيك وفي الظروف هذيك، إلا أنه وقت اللي نتأمل مليح الفترة بتاع سي سالم خلوه وحده تحس فيه، يعني فما أمور إدارية ما معناها هي اللي توقف برشا نزيف. يعني صارت حاجات في دورة الصعود ولا أقبل دورة الصعود ولا كذا، حاجات تخصص المسؤول اللي معناها ما وصلش العمل مع الإطار الفني. فمثلا لين وصلنا للمباراة الأخيرة والمباراة الساعة تاع اللاعب اللي يعتذر في معناها قبل ليلة المقابلة فيها يوم المباراة في الحصة معناها في معناها الاجتماع الفني انسحب، معناها هذه وراها برشا كلام. يعني انت نحن نستعد للدورة او تركيزك يبدا قبل اسبوعين وثلاثة اسابيع، واللي يجي مباراتك وانت وتبدا مجهز روحك، انت تجي ليلة صلى الله، يعني هذه وراها فما برشا كلام، فما برشا غياب تاع مسؤولين، وموش إحاطة كبيرة باللاعبين والإضرابات، والناس ما تعرفش وإضرابات، والمباراة الأخيرة ذي والكلام اللي كثر عليها كل سواء صحيح أو خلط، وأنا نمشي نحو ما مش صحيح الكلام، لكن ما ثماشي مسكة من حديد اللاعبين، وما ثماشي ناس معناها ماخذ الأمور بجدية ومسيطرة كل السيطرة على الأمور الفنية والأمور الإدارية. فما فراغ كبير. المشكل نحن ننتظر في المسؤولين ما سمعنا شيء. شنو برنامج أسيدي عفى الله وعما سلف أخوي، نحن كل عام نقوله تعدى إيه، والعام الجيش مش نعمله، شنو موقفنا تو نحن للسنة هذه، مش نبنيه به للسنة القادمة بيه، يعني شنو معناه، شنو بالضبط، شنو تقييمكم تو كما كان يحكي سحاب داوين بالمئة الفلاش، قال فشل شديد جدا هذا الموسم، وهو موجود في الشبيبة، هو يعرف كل كبيرة، هو مع المسؤولين. إذا كان سحاب داوين يقول فشل كبير، فنحن نقول فشل كبير وكبير وكبير جدا، ولازم يخرج المسؤول ويبرر شنو اللي صار السنة هذه. هو باش نستنجو مادام قال فشل كبير، يعني فمش انسجام متواصل بين المسؤولين وكذلك بين المدربين، سواء في أصناف الشبان، خلينا نقولوا سعلي سواء المطروح، ما نعرفوش هل أنه الهيئة مش تواصل الموسم القادم ولا باش نسحب. هذه أبسوط كوميونيكاسيون، عدم غيب. تواصل ما بين الفني والإداري، هروب للإداري. شكون الإداري؟ ما عندنا حتى شيء، الإداري مش قادر يقوم بواجبه صحيح، عادي راه مسؤولية كبيرة. ورانا نحن نحيوكم من هنا ونقول لكم بارك الله فيكم، وراه مسؤولية كبيرة، وراه فما شح كبير في المادة، وراه الفلوس ما ثماش، وراه اللي يعطيه ما ثماش، وراه البلاد ضعيف، هذا الكل مقدرينه، ولكن يلزمك تتواصل مع شعبك، مع جمهورك، مع ناسك، ما تخليش قطيعة، ما تخليش معناها الأمور تكبر وتولي تأويلات. وهو وقت الشبيبة احتاجت الجمهور نتاعها لقاتها وساندها ووقف معها، وقت اللي جمهور طالب باش الهيئة توضح باش تقول شنو اللي صار في دورة البراج باش يوضحوا لهم، هل انه الموسم القادم باش يواصلوا، عندهم اعداد للموسم القادم كما قلت تحكي انت وسي حافظ وسي محمد الجرير، هذا الكل مارينا وشي، خلينا نقولوا عنده الحق الجمهور يلوم زاد. الجمهور عنده الحق مهما يكون تصرف الجمهور، عنده الحق، محب عنده الحق، منخرط. لكن نحن نطلب بكل هدوء جمهورنا العزيز يكون عقلاني، يكون مهذب، يكون معناها يطالب مش ما يطالبش، ويحاسب مش ما يحاسبش، ويتكلم لكن يتكلم بطريقة مهذبة وطريقة كونستركتيف مع بناءة. نحب الجمهور البناء، الجمهور اللي يحاسب بالضحكة، الجمهور اللي يحاسب ويطالب ويستفسر وهو من حقه، وكان يلزم معناها حتى كي مش يعمل تصرف عقلاني. وجمهور فقد الثقه في الهيئه سي علي، والله ما نحبوش نوصلوا لهالدرجه هذه، لكن بدات الامور تتعكر. وتوا اني نصيحتي للهيئه المديره وخاصه السيد رئيس فرع كره القدم يخرج ويوضح بعض الامور والالتباسات للجمهور، خلي الجمهور يهدى شويه وخلي معناه يفهم شنو ما هو ما عليه. واذا عنده حاجه للموسم القادم، واذا معناها الشبيبه ما زالت عندها النيه باش تلعب للصعود الموسم القادم، فهو اول ناس اللي هما مطالبين باش يجدون العهد مع الصعود ويعطيونا شنو اهدافنا للموسم القادم باش نفهموا رواحنا. على الاقل الشعب لازم يبرد،
تواني مش نعرف روحي، تواني متغشش وحزين على الموسم هذا والمشاكل اللي صارت في الاخر وكذا، شنو اللي مش يصبرني وشنو اللي مش يهديني وشنو اللي مش اللي هو اول مش على الاقل يطمني على مستقبلي على الموسم القادم شنو مش يكون، اعطيني برشا اعطيني شنو الموسم القادم مش يكون. هو نتمنى رئيس الجمعية سي بشير الأحمر إن شاء الله يدخل معنا ولا يكون متواجد معنا حتى في حصص قدم باش يفسر، ولا رئيس فرع كرة القدم، أنه فريق الشباب القنوتي تعرف سعلي أنه الموسم القادم مش يكون موسم صعيب برش، يعني الفرق اللي ساعدتها والتحية لهم وألف مبروك لهم، مستقبل المرسى اللي رجع للرابطة الثانية، شبيبة العمران، سبورتيك الموكنين وأمل الرياضي بالرقبة، مع أربع فرق اللي باش ينزلوا للرابطة الثانية، منهم اثنين هلال الشاب وترجي، يعني خلينا نقولوا نادي حمل الأنف، ربما فما زوز فرق اخرين، وانت تعرف انه اذا كان اربع فرق في الرابطه الاولى باش ينزلوا مع فرق صاعده مش يكون موسم صعيب برشا، 10 فرق والاول يصعد في كل مجموعه مع فريق ما زلت ما حضر شيء، مع فريق اغلبيتهم يعني العقود نتاعهم مش تنتهي اخر الموسم، مع ضبابيه كبيره في الهيئه، فريق الشبيبه يدخل في نفق خلينا نقولوا مظلم. على مستوى الفني ما فماش دوري كره قدم سهل، مش تلقى فرق سهله، مش تلقى دوري صعب، مش تلقى ناس تحضر، مش تلقى ناس تشتغل، مش تلقى ناس عندها طموحات. لكن انت شبيبة القيروان يا عبد الله، انت اسم كبير، انت يزمك تخدم على روحك، انت يزمك توفر، انت يزمك تعمل برنامج وتعمل اهدافك، انت شبيبة كبيرة، يزم تقعد كبيرة الشبيبة وتقعد ترجع المكان الاساسي، خاطر الموسم القادم صراحة موسم اصعب موسم. انا عندي تو 40 سنه، انا 58 سنه 40 سنه نجري ورا الكره هذه، انا نرى الموسم القادم اصعب موسم في تاريخ الشبيبه. يا الشبيبه مش ترجع وتخدم على الفرق معناها وترجع رجوع به، يا مش تمشي الشبيبه في الرجلين. المسؤول تو يلزم يخرج ويكون عنده الشجاعه، كيما تشجعت وتقدمت لرئاسه الجمعيه تو تتشجع وتطلع تصارح جمهورك، وراو جمهورك يحبك، راو ما يكرهكش، راو جمهورك يحب المسؤولين نتاعو، لكن المسؤول يحب وعنده طموحات ويحب المسؤول يصارحه ويحب المسؤول يتواصل معاه ويحب المسؤول يكلمه. ما الناس ترى الناس تستنى في كل مكان، تنتظر في الإجابة، تنتظر في تفسير، تنتظر يا أخي ما تحكيش على اللي فات، احكي على المستقبل، طمنا اعطينا مشكلة مش نعمل المستقبل. إذا كان حاضر زميلنا صابر مازال مش حاضر لنتيجة، يعطينا آخر تطورات والنتيجة النهائية للقاء أوسط الشبيبة القيروانية أمل الرياضي بحمام سوسة. نذكر أن فريق الشبيبة متقدم على أمل حمام سوسة في صنف الأوسط 2-0. إن شاء الله إذا كان يحضر معنا صابر بعد قليل يعطينا النتيجة النهائية من ملعب علي الزواوي بالقيروان. نمشيو سعلي نحكيو خاصة أنه نهار الاثنين باش تكون الجولة الختامية للرابطة المحترفة الأولى، خاصة مجموعة الترجي التونسي، نعرفوا الترجي عنده استحقاقات إفريقية وعاد بنتيجة إيجابية أمام وفاق ستيف 0-0. خلينا نقولوا أنه زوز فرق نزلت للرابطة الثانية، مازالوا زوز فرق أخرين والسباق مازال متواصل في أعلى ترتيب وأسفل ترتيب. في أعلى ترتيب ترجي اللي يضمن الترشح، كذلك اتحاد بن قرين، ثم بطاقة أخرى ما بين نادي صفاقسي واتحاد تطاوين، ثم فرق اللي تلعب من أجل تفادي النزول ترجي جرجيس، كذلك النادي البنزرتي، أمل حمام سوسة، واتحاد تطاوين ونجم المتلوي. يعني الترتيب متقارب البعض، فما زوز فرق اللي مش يلعبوا البراج، فما زوز فرق الخامس والسادس هما اللي يعني ضمنوا البقاء نتاعهم. والله كلمة ضمنوا هذه صعيبة برشا، ولات بالشكل هذا في الدوري هذا بالظروف هذه بالنوادي بالاستفاقة نتاع بعض النوادي بوجود معناها نوادي جديدة دخلت على الدوري ونقصت نوادي كبيرة ودخلت نوادي أخرى، فهمتني؟ فالأمور ولات أمور صعبة جدا، والحقيقة إلا على الملعب، إلا في الملعب الحقيقة النتيجة النهائية في الملعب. الناس لازم تأمن برواحة، الناس لازم تخدم على رواحة، الناس متأمن معناها واللي يكون أجدر في الملعب واللي يكون أحسن ويقوم بمبارياته كاملة هنيئا له. وما عادش فما أسامي بصراحة، توا كي تشوف الناسيونال بي أسامي كبيرة، ولا في الناسيونال بي، في الناسيونال تشوف أسامي أصبحت كبيرة
والرابطة بحكم المادة وبحكم الظروف المالية. والرابطة الثانية سالي أصعب من الرابطة الأولى، يعني خلينا نقول أنت شفت قبل الكواليس والمقابلات اللي تصير في الرابطة الثانية أصعب. قبل ما نواصل ونحكيه على الكواليس والرابطة الثانية، معنا زميلنا متواجد في ملعب علي زواب القراوين صابر السيد الجبلي باش يعطينا النتيجة النهائية بين أواسط الشبيب القراوني أمل حمام سوسة. مرحبا بك صابر من جديد. مرحبا بك مرة أخرى تحت زخات المطر في ملعب علي زواوي اللي إن شاء الله يلقى عناية واهتمام. معايا المباشر هدفين مقابل صفر ثنائية حسام الدخيلي، ويعطي الصحة اللاعب لأنه كان في السنيور وما تأثرش يهبط للجنيور. هذه العقلية نحبوها ويحبها حتى سي علي كمدير فني، ويحبوها الفنيين ويعشقوا الكورة. أكلي التواضع اللي التواضع ويخدم على روحه، وإن شاء الله برشا لاعبين في الشبان ينجوا منوال على مستوى العقلية. أو اتخاذ الجيزاني هو المدرب الأواسط. رينا اليوم بار النتيجة، رينا جيسكا كانت تنجم تفوز 3-4-5 صحيح الدخلة مش هي، ولكن المدرب عدل الأوتار شوية وإن شاء الله الشبان يهزهم الباليخ. اتخاذ مرحبا بيك في المباشرة الحياة فيهم، كيف شفت المباراة لي؟ والله مباراة الحقيقة صوت بشوت ما كانت معناتها صوت لول، كان الريح ضدنا خلقنا في معناتها في الخروج بالكرة. نحن الحقيقة كيب تكنيك ونحب نخرجوا بالكرة من التالي، خلقنا شوية ولكن حتى المنافس معناتها ما كانش خبير علينا. مرتبة الأولى مربح ما خسر حتى مقابلة. الحقيقة حتى الجينيور هذيك جيت لبيت نديها الواجب، لبيت نديها معناتها جاني المدير الفني وكلموني مسؤولين على الاستاذ باش نعاونهم ونخدموها وان شاء الله نلقاو فيها. الشوط الثاني قمنا بالتغييرات، كان معناتها المانيير تبدل، ديسبوزيتيف بدلناه حتى في اللعبه وحققنا زوز اهداف، وكنا معناتها انتصار ميريتي الحقيقه، كنا نستاهلوا ننتصروا حتى 4-3. والكيب حمام سوسه معناتها فريق ممتاز، معناتها عنده 12 انتصار على التوالي مع بعض. بعد اذنك سي عبد الله، سي علي نسليه من باب يعني التشجيع لوليدات هذوما تشكيله الفريقين. ايمن الميمي اسمع فيه عبد الله؟ اسمع فيك واصل. ايمن الميمي حارس مرمى، حسام الدخيلي صاحب الهدفين، ياسين قديره قائد فريق، امين القلعه، ياسين الغربي، علي الغربي، يحيى المتيري، ادريس لوان لاعب ممتاز جدا وخرج، وممكن تو يحكي لنا معناتها خالد ممكن حاب يستحفظ عليه لانه قدم مباراه طيبه. فراس فراس حبيب الشرطاني، وعزيز النفافي فراس المليسي هك. يعطيهم الصحه يعطيهم الصحه. سي سابر نحب نباركوا لسي خالد الجيزاني، مازال معك سي خالد، الف الف مبروك. مرحبا عايش. وهذا وهذا معناها معناها انت جدير بالشيء هذايا، وانت معناها من الناس اللي خدمنا مع بعضنا، وكنت معناها متالق ودائما متقلق، وانت من الاطارات الفنيه اللي معناها نعولوا عليها، ومن الاطارات من الاطارات الفنيه الممتازه جدا والناشطه جدا، واللي عندها 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 معناها حماس وحب للشبيبة كبير برشا برشا. فاليوم معناها هذا معناها انت عندك معناها مساج ديما ديما تحب توصله للاعبين، واكيد اليوم اللاعبين جابوها على خاطر معناها فما تواصل ممتاز ما بين المدرب واللاعبين. فالف الف مبروك وان شاء الله العاقبه الما اهم. سي خالد يعايزك شعلي وبارك الله فيك على المقدمه وحسن اخلاقك، وديجا معناتها اشتغلنا مع بعضنا والحمد لله. اللي يجمعنا هو حب الشباب. مارغريت كتشوف معناتها كانت عندي كنت نمرن في نصر الله، ولقيت معناتها بعد ما فات الشامبيونال لقيت وقت وكلموني وجيت، وما عنديش مزيه على الشباب هذه نخدموها من اي موقع، وما عمري ما كلموني على حاجه وانا مرتاح في الشبيبه، حتى اكاديميك يكلموني نجي نترينا مالا للشبيبه. يعطيك الصحه يعطيك الصحه. شكرا لك صابر. شكرا لك صابر زميلنا اللي كان متواجد في ملعب علي زواوي بالقيروان لمتابعه لقاء الاواسط بين الشبيبه القيرواني وامل حمام سوسه. انتهى اللقاء بانتصار الشبيبه هدفين مقابل صفر، ثنائية حسام التخيلي لعب الشبيبة للحظة اللي كان في صنف أكبر الشبيبة القيروانية. اليوم مع الأواسط سجل ثنائي سعلي، أكيد الحاجة اللي تجمعنا هي حب الشبيبة. أكيد حب الشبيبة هو يجمع الناس الكل. حب الشبيبة خلينا مترابطين، خلينا ننسى معناها مشاكل بعضنا. حب الشبيبة خلينا نحب بعضنا أكثر. حب الشبيبة خلينا معناها دائما في تواصل، حتى كان معناها صارت انفعالات راي وقتية وتتعدى كيما في مباراة راهو عادي جدا.
وشبيبه وحبه هو اللي معناها ينسينا كل شيء، وهو اللي خلينا نتماسك ونجد العهد ونجد النشاط والعمل والتضحيات. والشبيبه عندها برشا رجالها وعندها برشا اولادها والناس تخدم فيها وتعب معاها. كيما سي خالد القزياني اليوم، سي خالد القزياني معناها مدرب ومدرب كفء جدا، ويحب الشبيبه وولد الشبيبه والعب في الشبيبه، فهمتني؟ والف تحيه. وهالمجهود اليوم تاع حمام سوسه معناها فريق معناها فاهم اش قاعد يعمل. حمام سوسه قاعد يبني في الليجون نتاعه، عنده سنوات وقاعد يعمل و12 انتصار متتالي على بعض في الاواسط، موش سهل يعني. عنده جيل ورا جيل يخرج فيه. تعرف فريق حمام سوسه قاعد يمول في النجم الرياضي الساحلي، وقاعد يمول في كل الفرق نتاع الساحل، في اكوده وفي القلعه وفي في وفي حمام سوسه قاعد يمول في روحه، وفاهم النقطه هذه بالذات. نحن معناها الشبيبه وراها للشبيبه مازالت، والشبيبه عندها اولادها، والشبيبه مدرسه نتاع تكوين، والشبيبه تقعد شبيبه رغم الظروف الخايبه الكل اللي تعيش فيها. سعلي في ثلاثه دقائق اعطينا حلول، كان عندك حلول الموسم القادم بالنسبه للشبيبه القانونيه باش ترجع في احسن الظروف. الحلول اولا الساعه يلزم تحسين الكوميونيكاسيون، التواصل ما بين الاداره والاطار الفني والجمهور. الجمهور من حقه باش يسمع شنو هو اللي صار، من حقه باش يسمع، خاطر اول امس سمعنا برشا كلام برشا كلام وبدايه ومش نعمل وجبنا، ومن بعد ما اختفاء كامل. نحبوا نسمعوا المسؤول، هذه الاولى. الحاجه الثانيه نحب نسمعوا عن طريق المسؤول نتاعنا شنو مستقبلنا. اذا ما عندكش مستقبل خلي يشوف ناس اخرى عندها مستقبل، طمنا على مستقبلنا، نحبوا نعرفوا غدوه اش باش نعملوا، مش نخرجوا من سباق نحن الصعود والرجوع الممتاز والا مش نواصل. سؤال واضح موش اثنين يعني. يا لا ترى انت توا كهيئه مديره مطالبة باش تتواصل مع جمهورك في أي قناة من القنوات، راهو حتى مهما كانت راهو المفيد جمهور يسمع منكم. يا هل ترى نحن على شنو اللي صار وشنو هو مستقبلنا؟ واني ماذا بيا ما نحكيش على اللي صار، اعطيني شنو هو مستقبلي وشنو جبت له بالضبط وشنو حضرت له، وشكون الناس اللي حاطتهم معاك اللي كونسلتون خاصة توا نجي نقول لك توا ما نعرفوش. ساليم من 12 راهو كان اثنين ولا ثلاثة هما اللي واضحين، حتى الاجتماع ولا كونفرنس دو بريس مره بركه تعمل، ما خاطر الاثنين هذوكم هما اللي عملوا كل شيء وهما اللي سطروا كل شيء ومغيبين الناس الكل اللي معاهم، واللي معاه يلقى روحه عجله خامسه يجبد روحه. تيما الزوز هذوكم مطالبين باش يخرجوا لنا تو يكلمونا ويوريونا يفهمونا على اللي تاع على اللي مشى وعلى المستقبل. يا خويا ما تكلمنيش انا شخصيا كعلي خليل، ما تكلمنيش على القديم، اعطيني شنو هو مستقبلي، شنو مش تعمل لي، شنو هدف نتاعي يا اخوي. قول لي يا اخوي راني ما زلت راه ما عادش عندي نيه باش نلعب على الصعود، والله نرتاح ونبرد. والا ما زلت عندي نيه السنه القادمه مش نلعب على الصعود ومش نحضر ومش نعمل ومش نقدير. واضح، شكرا لك. وهذا روج اقول لك سؤال واستفسار راي الجمهور يوميا. توا نخرج نلقى ألف واحد يعرضني واش هي الشبيبه شنو مستقبلها اش مش يعمل واش عامل واش معمل. فالناس معناها من حقها باش تسمع المعلومه. ونحن توا اليوم حسه كامله ما عندناش معلومه، على خاطر اللي اصحاب المعلومه مسكرين جوالات. واضح، شكرا لك سعلي. باش نفسحوا المجال الان لموجز الساعه الثانيه ونصف مع زميلتنا سهام حمدي، ثم نرجع نواصلوا مع استاد الحياه. استاد الحياه، استاد الحياه، اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام وين ما كنتوا تسمعوا فينا على 90.3 او على السيت ويب نتاعنا اكيد راديو الحياه فيم استاد الحياه كما تعودتوا به كل نهار احد من هذه الساعه المط 3 نتاع العشيه باش نحكيوا على كره القدم وكذلك الفقره الخاصه بسبيسيال تنس. بالنسبه للمحاور اليوم باش نحكيوا على بطولة الشبان اللي ما زالت متواصلة بالنسبة لشبيبة القيروان، كذلك تقييم الموسم الرياضي للشبيبة في الرابطة الثانية، والحديث على الرابطة الأولى والجولة الأخيرة اللي تتلعب بنهار 30 في المرحلة الأولى قبل الدخول في مرحلة التتويج وكذلك مرحلة البراج وتفادي النزول، هذا في الجزء الأول. ثم في الجزء الثاني باش نحكيو كالعادة على سبيسيال تنس، باش يكون موجود معنا المدير الفني ماهر بوغنيمي. رحب في البداية بالمحلل الفني سعلي خليل، مرحبا بك. صباح الخير، مرحبا مرحبا بجمهورنا على اذاعتنا حياه اف ام. صحيح،
شكرا لك سعلي. اكيد بطوله الشبان ما زلت متواصله، الرابطه الاولى يعني خلينا نقولوا مرحله اولى باش توفى غدوه، باش تدخلوا في مرحله ثانيه، الرابطه الثانيه وفات. وبالنسبه لبطوله الشبان الشبيبه ما زالوا يلعبوا، ما زالت هذه حاجه باهيه، كون الشبيبه ما زالت في السباق وما زالت اللاعبين معناها يلعبوا اكثر مباريات وما زالوا يشاركوا من الدوره الاخرى، وهذه تعتبر معناها حاجه ايجابيه. وان شاء الله الشبيبه كالعاده، نحن الشبيبه معناها مدرسه كرويه، معناها لازم تقعد في اخر اخر الاخر وقت تلعب، يعني اخر الادوار الاخيره تبدا موجوده فيها الشبيبه. لانه معناها ديما مع شويه تحفظات، مع شويه كلام، مع شويه ملاحظات، ان شاء الله تو نتداولوهم، خاطر الشبيبه على مستوى الليجيون ما خذتش حظها ومشي مش تاخذ حظها مع الاسف الشديد. كنا نتمناو معناها تكون معناها الشبيبه، نعرفوا نحن اهم شيء الانسان وصاحب مشروع ولا صاحب عمل يعرف شنية الايجابيات وشنية سلبياته. نحن في القيروان اهم شيء عندنا واكبر نقطة ايجابية واكبر نقطة اللي نخدم عليها، الحاجة معناها المقدرات الوحيدة اللي عندنا هي الامكانيات البشرية، هي اللاعبين، هي الاطار. ما عندناش لا عندنا فلوس لا عندنا شركات لا عندنا شيء، نحن يلزمنا غصبا عنا ظروفنا تحتم علينا باش نتلهاو بوليداتنا، باك الزاد البشري هذاك، باك الكابيتال هذاك يولي غدوه فلوس، يترجم فلوس، لازمنا نتلاو بيه ونعطيوه عنايه كافيه ومعناها ومتابعه مستمره. هو باش نغتنموا الفرصه سي علي، زميلنا ومراسلنا صابر السيد جبلاوي متواجد في ملعب علي الزواوي بالقيروان، قاعد يتابع في مباراة الأواسط وبطولة الشبان اللي تجمع بين الشبيبة القيروانية والأمل الرياضي بحمام سوسة. باش نمشيو للملعب ونشوفوا آخر أخبار استعدادات الشبيبة والشوط الأول اللي انتهى منذ قليل بين الشبيبة والأمل الرياضي بحمام سوسة. مرحبا بك صابر. مرحبا بك زميلي عبد الله، ومرحبا بكل مستمعين الحيتفين في المباشر، ومرحبا بسي علي وكلامه حكم ودرر. وسي علي يعرف ملعب علي زواوي، انا متواجد الان في مدارج ملعب علي زواوي، المدارج اللي اسفها احباء فيهم الاحياء والاموات، كيما الملعب هذايا فيه الاحياء والاموات كسوا مسيرين او اطارات فنيه بكل انواعها، لاعبين كذلك وجماهير. وخليني نبدا بالليماج دو مارك نتاع ملعب علي زواوي اللي كانت قبل علي زواوي، نذكر بالنسبه للناس الاجيال اللي ما تعرفش واللي هو الملعب اللي فيه بطولة وحيدة إلى حد الآن للشبيبة، الملعب اللي ماجدو مركزية ممسوسة على مستوى البنية التحتية، على مستوى كل المداخل، المدارج هذه بصراحة بين ظفرين تحشم يا ناس يا مسؤولين. ملعب علي زواوي نورمالمون معناتها ما تلعبش غير ربما مجاملة، ولكن احنا نحبوا ملعب علي زواوي في حلة خير من هكا، لأنه مقابلني أنا يعني لناكس، وسي علي يعرف لناكس، وبحذايا سي محمد الجريري، سي حافظ الهوابي، سي لطفي التويتي، سي نور الدين بالابيض، حمدي العبيدي، عديد حتى الاحباء وعديد اللاعبين الفيتيرون السابقين اللي عطاو عطاو للجي اس كا. الملعب علي زواوي لازمو تدخل عاجل وسي ارجون، لانه كي تشوف التيران يا سي علي وترجع معايا 20 30 سنه لتالي وش عطيت انت وكيما برشا مدربين عطاو ولاعبين عطاو، فهمني التيران راهو يعني في حاجات اخرى، ما فيش حاجات تلعب كرة القدم. هذه بديت بالإيماج دو مارك، إن شاء الله رجال الجيسكا الكل ونساء القروان ونساء الجيسكا الكل، كل من عنده بوفوار، كل من عنده يعني كما يقولوا فيها حاجة ينجم يضيف بها، ينقذوا التيران هذية، لأنه عندنا مواهب. صحيح جيسكا في الدو ما طلعتش سنة، ولكن عندنا بيبينير وعدنا بلعبية. تو نتفرج قدامي ضد أمل حمام سوسة تقريبا 10 دقائق في الشوط الثاني، جيسكا مواهب كبيرة وفيكم عند صغاركم. هات نبداو بعد اذنك سي عبد الله وبعد اذن سي علي وبعد اذن الساده المستمعين، نبداو بكبيرنا سي محمد الجريري المدير الفني. سي محمد الجريري سمع فيا عبد الله؟ اكيد مرحبا به سي محمد الجريري المدير الفني للشبيبه القيروانيه، اكيد خبره كبيره سي محمد، واكيد المتابعه نتاعو للشبان وخاصه بطوله الشبان عندها بصمه واضحه وايجابيه واضحه. اكيد سي محمد عنده خدمه كبيره واستراتيجيه عمل واضحه. وي ساب تسمع فيا سي محمد الجريري؟ قامه كرويه عندنا. اهلا وسهلا، مرحبا، شكرا على الزياره.
وعلى اضرب سي محمد. اي احنا احنا امورنا في المتلة ضربة جزيل الشبيبة ضربة جزيل الشبيبة ذاك علاش احنا في المتلة حياة حيتفهم باهية على كل حال وجوهنا وجهة مصاب علينا وسامحني لان قاعد نتفرج في المتلة معناها نعطيه ملاحظات في المتلة بعد المدربين وتوا اليوم في المتلة نلعبوا ضد حمام سوسة حمام سوسة في المتلة هي الأولى معناها في الجينيور جاي سكاف زاد في المرتبه الثالثه ان شاء الله ناملوا بشهاده الكلاسمون الهدف نتاعنا هو الهدف نتاعنا هو تمكين لاعبين وتقديم لاعبين في امتلال الاكابر كل عام يلزمنا نقدموا ثلاثه اربعه خمسه ملاعب مدربين حيث التكوين نتاعنا هو افضل في امتلال معنا من النتائج. سي محمد تفضل معك سي علي خليل باش يتفاعل معك. رمضانك مبروك سي محمد كل عام وانتم بخير. سيد علي مرحبا سيد علي صح ايه خويا سيد علي هذا خونا ومدرب امتلا قدير وخلى بصمته في ليبيا وخدمت بعداه وديما نسترجدوا منه زاد بارك الله فيك سي محمد. على كل حال نحن فرحانين برشا اللي معناها انت استلمت قياده الاداره الفنيه في الشبيبه. سامحني على المقاطعه يا عبد الله سي محمد يعني هدف مقابل سفر للشبيبه امام ملحمة سوسه هدف بينباع حسام ادخيلي ضربه جزاء ومعك سي محمد. قلت لك سي محمد نحن فرحانين برشا اللي انت استلمت مقاليد الشبيبه معناها على مستوى الاداره الفنيه ولو انه معناها نلاحظ كونه جات متاخره شويه لكن ان شاء الله ان شاء الله من تبدا توا وتكمل تبرمج الموسم القادم والمواسم القادمه الكل مش موسم بركه اذا مدير فني ياخذ على الاقل موسم واثنين وثلاثه مش يخدم شهرين ثلاثه وبعد يقول واه سامحني. نتمنى كونك انت خذيت السفينه توا منذ شهر او شهر ونص وان شاء الله تواصل بها موسم واثنين وثلاثه على خاطر الرؤيه الفنيه يلزمها بعد نظر ويلزمها تحضيرات ويلزمها برشا خدمه والشبيبه محتاجه بصراحه الشبيبه محتاجه للتواصل على مستوى الفني. والله صحيح كلامك كنت ديما ديما نسترشد منك في برشا حاجات وزي اللي قاعد نعمل فيه قاعد انا توا قاعد نحط فيه استراتيجيه شيئا فشيئا ساري في المباريات اللي هو في مثلا الدوري نتاع عدة فرق مازال عندنا المينيم ا في مثلا معنا في المرتبة الأولى وعندنا زاد الكادي بي في المرتبة الثانية وعندنا الوليدات في مثلا معناها اللي هما ليكول والمينيم انتهى الموسم تاعهم لكن أنا عملت موسم جديد عطيتهم 10 أيام راحة بعد مش يستأنفوا النشاط مش نهيئوهم للمستقبل في مثلا الموسم الجاي كما يقول احنا نعمل كاننا نبقى ابدا يمكن نغادر غدا وذيك فهمت لا معناها السيله وذيك السيله معناها اذا بغرسوا فاكلنا في النغرس فياكلون وان شاء الله ربي يوفقنا ان شاء الله ربي يوفقنا بالتوفيق سي محمد وبالتوفيق للشبيبه ولكل ابناء ان شاء الله واضح ان شاء الله بالتوفيق سي محمد صابر. اكيد فريق الشبيبه الرياضيه القرنيه ب عبد الله قيادة المدير الفني صابر نسمع فيك صابر عبد الله هو معنا اللاعب السابق للشبيبة واحد بالحق روح كروية فنية من أرواح الجيسكا في جيل باهي بالحق راهو كي تغيب النتائج على الجيسكا وشوف وضعية الجيسكا من سنين الأخرى وعملوه الأثنين على الأقل واحد كي يلقى وجوه طيبة معناتها هذا الجيسكا بالي آخر رفقة عديد الأسماء يعني الواحد اللي يسمع واش ماذا بيه واللي يحب يحن الماضي الجميل فمش ما ينسى الحاضر في سفرين التعيس معناتها قولوها الكلمه معناتها في انتظار ان شاء الله تتحسن احوال جيسكا هاو سي حفظ الاول معك في الموبيس. مرحبا بك. مرحبا بك اكيد متابع وفي للشبيبه الرياضيه القرنيه انطباعاتك حول مردود فريق الشباني لحد الان. مرحبا بك علي ومرحبا بحياة فهم نشكرك على الاستضافة بكل صراحة عندنا وليدات باهين في في مراكز الشبان هذا الهدف الثاني الهدف الثاني سامحني عذر على المقاطع الهدف الثاني للشبيبة ويقول لي ان شاء الله الشبان يواصلوا ويبقوا العين هو معك يا الشبيبة ديما ولادة ديما عندها ملعبية في صنف الشبان ديما تخلق الملعبية لكن بكل صراحة الظروف القاسية المادية خاصة وظروف اللوجستية ومش مخلتنا نقدم قدام
وذاك علاش شفت حتى في التاريخ الاول شفت من النتائج الكارثيه في التصفيات مرحله البراج. لازم الشبيبه من نوع النوادي اللي لازم تتعمل على وليداتها، من المفروض يكونوا عندها 6-7 ملعبيه من ابناء النادي، واذا كانت تحتاج الى بعض الانتدابات ما فيها باس. اما ديما راهو في البطوله التونسيه فما نوادي اللي تعمل على ابناء منهم شباب القيروان، وان شاء الله بحاولنا تضافر الجهود، ان شاء الله المستقبل نتاع وليداتنا الكل افضل من الحاضر، وان شاء الله الهيئه تعمل لفته كريمه للشبان. الشبان قاعدين يقاسيو بكل صراحه، نترناو في كاتيجوري باربع كر، تعرف معناها موسم الشتاء في ملعب علي الزواوي نترناو على الخلاف، معناها مش نقول لك حجوره الملابس معناها منعدمه فيها، لا الماء مخصوص، الضوء زاد بارفوا مخصوص، معناها حالات مزريه بكل صراحه. من منبر هذايا نطلب البلديه وكان امكن الولايه والهيئه خلاص السي بشير الاحمر يعمل لنا لفته للشبان في القروان. وشكرا سي حافظ. نحن اول حاجه كلاعبين قدام وكمدربين واطارات نحن فرحانين برشا بوجودك على في الاطار الفني لشبيبة القيروان، وهذا مكسب للشبيبه كونه لاعب كبير ولاعب دولي وحافظ لهوار بتاريخ كبير، لعب اكثر لاعب معناها في الموسم في الجيل هذاك، وحتى واحد ما ينكر شنو صولات وجولات حافظ لهواربي، وهذه معناها حتى مش نقعد نتكلم ما نوفيكش حقك. حافظ لهواربي اسطوره من اساطر معناها كره قدم في القيروان. نحن فرحانين بوجودك في الاطار الفني، ونتمنى من المسؤولين ونطالب المسؤولين ونتمنى الاستمرار، خاطر اهم شيء هو الاستمرار في الخطه نتاعك. انت توا حافظ اخذيت فكره وعرفت خفايا كره القدم في شبيبه القيروان خاصة بالنسبة لجون وحتى في الفريق الأول، وتابعتها كل كبيرة وصغيرة. توا أنت تبدأ تعطي، توا أنت بعد ما فهمت شنو ناقص وشنو مش ناقص وشنو يلزم وشنو ما يلزمش، توا مش تبدأ تعطي. نحن نتمناه كونكم كما قال سي محمد، وهذه فكرة ممتازة جدا. أنا من جملة الحاجات اللي حطيتها كي دخلت مدير فني اللي نخدم بدون توقف، العام على أخوه والشهر على أخوه، الا انه ناس تجيك معناها من افريل وما يقول لك ساي انتهت الموسم وبرا استناني حتى لسبتمبر 6 شهور ولا 5 شهور اللاعب متوقف، وقت الخدمه نتاعو وقت النضج نتاعو وقت العمل. نتمنىكم تواصلوا، ونتمنى لكم معناها تواصلوا معناها برمجتكم الصيفيه خطر مهمه جدا، توا تبدا الخدمه، ونتمنى المسؤولين يجدوا فيكم الثقه من الان، ما نقعدوش معناها كي السنه الفارطه سمعنا برشا كلام وسمعنا برشا واحد لكن مارينا شيء. حقيقة الموسم الفارط مارينا شيء، لا على مستوى الفريق الأول ولا على مستوى الانتدابات ولا على مستوى الشبان. نتمنى وكلمة ذي للمسؤولين سي بشير الأحمر وسي عبد الرزاق تراد، تواصل الناس تخدم، الفنيين يخدموا توا وما يوقفوهمش على العمل، ويواصلوا برمجتهم ويواصلوا خدمتهم، خاطر توا الوقت الذهبي، توا الطفل مش يصلع، توا الطفل ما عادش عنده برشا قرايه، ما عادش عنده برشا التزامات، هذا الوقت المناسب باش يتحفظ فيه وباش يتعلم فيه. نتمناكم تواصلوا ونتمناكم النجاح، وان شاء الله ونعتبر حافظ الهوير بمكسب المكاسب الفنيه بالنسبه للشباب، وان شاء الله ربي يوفقكم سي حافظ. صابر معنا امتدادا للملاحظه نتاعك، ملاحظه بسيطه، والفرق ما بين النوادي الكبيره والنوادي الصغيره، في كل النوادي الكبيره في الصيف تخدم على روحها، والنوادي الصغيره تسكر البيبان تاع النادي وتمشي للاستراحه وتمشي للشطوط، وبعد في التحضيرات ولو يقاسيو ويعاودوا من الاول جديد. هذاك الفرق. حاجه اخرى سي حافظ. حاجه اخرى سي حافظ، نقول لك معناها نعطيك معناها ملاحظه من اللي عشته انا وشفته انا. انا وقت اللي دخلت دفوة معناها مدير فني راني ما عملتش على المسؤول اللي قاعد جالس رئيس شبيبه او البريزون سيكسيون، راني عملت على روحي. راو فما برشا احباء اوفياء للشبيبه يحبوا الجان، يحبوا صغيراتنا وما يدعموا الا الصغار. انت توا بتواصلكم وبرنامجكم في الخدمه راو حاولوا باش تتصلوا ببعض الناس وحاولوا باش تهبطوا يعني نشاطكم وشنو الاعمال اللي قاعده تخدموها على صفحات الفيسبوك، تو الناس هذه تتصل بكم وتدعمكم وتجيب لكم الكور وتجيب لكم التنويات وتجيب لكم كل شيء. واني عندي كل ثقه في الناس، فما برشا ناس اوفياء واحباء وراهم ما يذكروش اساميهم وما يحبوش يبانوا في الصوره. يخدموا لوجه الله في الجيل وفي الشباب.
ان شاء الله بحول الله هذاك هو برنامجنا، نكملوا نحن البطوله نتاع الشبان توفى بحول الله، وبعد مع سي محمد الجنيدي نحطوا استراتيجيه نتاع التحضيرات للموسم القادم، ولما لا وتبدا من بكري شويه للتحضيرات باش نبداو في ظروف طيبه. شكرا ان شاء الله، بالتوفيق ان شاء الله. واضح، بالتوفيق سي حافظ الهويربي. صابر صابر صابر، تنجم تتدخل معنا مع نهايه مباراه الاواس بين الشبيبه القرويه والامل حمصوص، نذكر 2-0 للشبيبه الوقت، يعني نجم يعني بعد نهايه المباراه تنجم تتدخل معنا وتعطينا النتيجه النهائيه بين الشبيبه والامل الرياضي بحمصوص. واضح، اذا كان معنا زميلنا صابر ان شاء الله بعد مع نهايه المباراه يعطينا اكثر تفاصيل على المباراه وكذلك النتيجه نهائيه. كما كنا نسمعوا سي علي، سي محمد الجريري المدير الفني اللي كان متواجد في المباراه وحكي معنا، كذلك سي حافظ الهويربي، وكل السيناريوهات وكل التخمينات اللي خممتها انت، يعني كما قال سي حافظ انه العمل باش يتواصل للموسم القادم باعتبار انه الموسم هذا ينتظروا نهايه بطوله الشبان للتقييم ثم لاعداد برمجه جديده. وهذا حاجه ممتازه جدا وهذا المطلوب. المدير الفني راه ما يتحاسب الا على 3 سنوات اقل شيء، راه مش معقول، راه رانا قاعدين نتخبط، رانا عندنا ازمه نتاع مسؤولين هاو نقول لك ومش فاهمين بالضبط. مهما كان الفني اعطيه وقته، اعطيه وقته، خلي الناس تخدم على رواحها، وعاونوهم عاونوهم اخويا بالصبر، عاونوهم بالصمت، عاونوهم تبعوهم وشوفوهم ايش يعملوا ثم حاسبوهم. توا انا نجيب فني يدخل ويخرج من غير ما نحاسبه، من غير ما نعرف عليه حتى شيء، وقت اللي مش يقول كلمه يهرب ما يقولهاش في الوقت الحالي، تجي من الاول تبدا تهلل وتكبر وتعمل وتقضي، وبعد تجي في الاخر في وقت 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 الزبده وقت المشاكل وقت الخدمه الصحيحه يخليك ويمشي. وكيفاش مش تقيم انت فني والبنيه التحتيه؟ يعني نعرفوا في القروين ناقصه، تجهيزات الكور، السيرفات مونيت، يعني الحاجات هذوما ابسط الحاجات مش موجود، حتى المعد البدني اكبر اللي يخدم مع شبيبه القروان يعطي الصحه اللي يوصل الفريق، لكن يخدم بحاجات يعني بسيطه، يعني ما وفرولوش. شوف عبد الله ما اشوف نحن رانا ماناش مش نغبي نخبي وعين الشمس بالغربات. شوف باش كل واحد ياخذ نحن اي كل واحد ياخذ حقه، ولكن زاده نزموا نذكر الحقائق. لازمك انت تبدا تحل تتعامل بكل شفافيه مع الواقع، ما نخبيوش شيء ونقديو شيء. القروان فيها زوز قطب اول وقطب ثاني. القطب الاول هو ملعب حمد العواني، عندك دو زانكس وعندك تيران برانسيبال. بالنسبه للفريق الاكابر ما عندهش حتى مشكل. المشكل في الليجون، في الليجون توا يلزم على الاقل شيء معناها نقسموه شويه، نقصوا الضغط على علي الزواوي بالحق. نحن توا الملاحظه مش نقول انا علي الزواوي تعديت انا ونتعدى قلبي يوجعني. علي الزواوي هو اهم ملعب عندنا في القيروان. علي الزواوي هو محيط بالولايه، محيط بال 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 بالاحياء الشعبيه الكل، محيط بالمعاهد، محيط بالمدارس، يعني من المدرسه 5 دقائق يكون في علي الزواوي، يكمل يخلي له المدرب 10 دقائق، 5 دقائق البس دمش و 5 دقائق تلقاه يوصل للسين تاعو. اما حمد العويني بعيد شويه. نحن الشبيبه والقروان بالذات ما تنجمش تستغنى على علي الزواوي. علي الزواوي القلب النابض نتاع كرة القدم في القيروان. إذا القيروان نحن كمعناها نعترفوا بها كمدينة تصنع في اللاعبين ولا كالولاية تصنع في اللاعبين، يا خويا يلزمنا نلتفتوا لها للبنية الأساسية نتاعها. ومع هذا كل راه مش نقول لك راه الحكاية مش كبيرة برشا، راه تيران دريني مريكل كل شيء تنظيف وترمي بساط وترمي فرشة وتحط لها الجران نتاعها، معناها مش حاجة كبيرة، ما تكبروناش الأمور. علي زواوي يلزم يرجع ويلزم معناها لانكس نتاعو معناها يلزم يخدم في اقرب الاجيال. وهذه دعوه للمسؤولين من على مستوى السيد وزير الشباب والرياضه ورئيس الحكومه والسيد الشباب والرياضه. راي القروان تستغيث وملعب علي زواوي عنده كم سنه توا وكيما هو. وننتظر توا زياره السيد وزير الشباب والرياضه كيما زار بعض الولايات حتى ولايه القيروان، خاصه انه فريق شبيبه القيروان اللي انجب عديد اللاعبين في المنتخب الوطني التونسي مول برشا. ونعرفوا سي علي انه المنشات الرياضيه في القروان يعني ضعيفه جدا، تعرف انت انه توا نحكيو في ملف اخر على موضوع المسبح البلدي وموضوع اخر انه الملعب نتاعنا علي الزواوي كما قلت انت يعني غياب التابير يلعبوا فيها، كذلك التجهيزات البنيه التحتيه
الملاعبين صغار يعني ما يلقاوش وين يدوشوا، هذا الكل شكون المسؤول؟ المسؤول خلينا نقولوا انه في درجه اولى خلينا الفريق كذلك البلديه كذلك فما السلطات اللي كانت نجم تعاون بابسط الامور. توضيع المشاريع على خارج على مستوى البلديه راه بلديه اونترتيان البلديه توضيع يجيز بعض التصليحات هذه على مستوى الدوله على مستوى وزير على مستوى الحكومه. نحن طول عمرنا مقهورين منسيين منسيين على جميع البنية الأساسية كل البنى التحتية كل ما عناش القروان راي منسية راي فترة متاع 60 سنة منسية تو شوية راي تحسنت الأمور وتحسنت الكياسات وتحسنت ولكن نرجع على مستوى الرياضي راو جميع اللاعبين اللي خرجتهم الشبيبة الكل خرجوا من ملعب علي زواوي خرجوا من ملعب علي زواوي وعلي زواوي مهم جدا وعلي زواوي ما نجموش نستغنيه عليه لازم تو لفته من كل الجهود الظافر راهو وش نقول لك راهو اللي تخرج فيه الشبيبه على مستوى اللاعبين ولا على مستوى الرياضي في تونس كامله ونحن ما عندنا شيء يعني مقارنه بالساحل في سوسه مثلا نبدا نحكي لك مع كل شيء ملاعب جوجو معناها ملعوينات تبدا القاعات وتبدا الملاعب وتبدا كذا وزيد وزيد معناها المعتمديات الكل شنو هي سوسه شنو هي حمام سوسه معناها ما فما ما بيناتهم حتى لا معناها حتى كيلومتر هي حمام سوسه هي سوسه وفيها ملعب وفيها كومبلكس وغيره 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 وين تمشي تلقى وين تمشي تلقى ومن بعد تمشي زوز كيلومتر تلقى قلعه صغيره وقلعه كبيره وتمشي تلقى وكلهم ملاعب ونحن ما عندنا شيء نحن ما عندنا شيء بصراحه معناها وللتو هذه معناها بدون معناها بدون معناها بكل احترام وبكل ادب وبكل ثقه في الدوله نتاعنا وفي وزير الشباب والرياضه نتاعنا وفي رئيس الحكومه نتاعنا الرجاء تو معناها ما عادش النجم والالتفات على الاقل شيء معناها اعطيونا زوز بساطات بساط معناها فرشه كما يقولوا فيها في ليبيا فرشه خويا للملعب علي زواوي الملعب الاساسي معناتها ولا بيريمي ولا ملعب اخطر مع خاطر الفرشه هي يقولوا عندك عندها 12 سنه نحن لكن كي تبدا فريق بركه تو نحن ملعب علي زواوي ما يقفش ما يقفش ما يقفش من التمرين ومن ومن ومن, ومن, ومن المباريات على 24 ساعه على 24 ساعه هو يخدم معناها ما يشدش عمين وتو هو عنده اكثر من 12 سنه المفروض يتجدد تو البرنسيبا يعني تجديد الكل هو ان شاء الله سي علي الموضوع هذا الملف هذا باش نتناولوا له في حصص قادمه باكثر تفاصيل باكثر وقت خاطر لازم نتعمقوا فيه اكثر قبل ما نمشيو نحكيوا على الشبيبه القيروانيه وتقييم للموسم بالنسبه للرابطه الثانيه نخرجوا الفاصل الغنائي ثم نرجع البلاتو سبيسيال تنس على الحياه فام سبيسيال تنس على الحياه فام رجعنا لكم من جديد في استاد الحياه كما تعودتوا الساده المستمعين اللي تابعوا فينا وخيروا انه يسمعوا الحياه فام على 93 واللي تابعوا فينا على اللايف ستريمينغ نتاعنا كذلك اليوم باش نحكيوا في الجزء الثاني فقرتنا اللي تعودتوا بها سبيسيال تنس اكيد لي شامبيون نتاعنا خاصه وزيرة السعاده كما يحلو لحباب التنس خاصه في تونس اللي ولات رياضه شعبيه انس جابر اللي اسعدت الملايين سواء في تونس حتى خارج تونس اللي قاعدين يتابعوا في انس جابر وقاعده تتالق في كل الدورات ان شاء الله انس جابر عندها تظاهرات اخرى تظاهرات كبيره ان شاء الله تكون متالقه لقطه اليوم ماهر باش نحكيوا عليها لقطه جميله جدا وخلينا نقولوا انه تم تنزيل خلالها الرمل عن خطوط الملعب وذلك في مدينه شتوتغارت حيث تقام البطوله للسيدات غادي في الملاعب الرمليه اللي تعتبر صعبه ياسر بالنسبه ونحكيوا بعض الملاعب يلعب على الرمل وأنس جابر لقطة طريفة وجميلة في نفس الوقت باش نشاهدوا الصورة كيفاش قامت أنس جابر باللقطة جميلة حكيوا عليها اليوم في عديد المواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا سيدي عبد الله مرحبا مستمعين إذاعة حي الفين مرحبا سيدة بمستمعين ومتابعين برنامج سبيسيال تنس. صحيح اللقطة هذه اليوم الحقيقة لقطة معبرة يوري كونه التواضع نتاع البطل الشامبيون الاكسيون اللي عملتها انس فيها برشا معناها معنى كبير خاصه للصغيرات حتى زاد للمربي في المكتب في الدورات العالميه راهو فما معناها توت اون ايكيب اللي تلهي بالانترتيان نتاع التيران بالرغم هذا ما يخليوش حتى اللاعب نقص حتى حاجه من الكرات من المناشف من التحذير معناها
لي سال دو سبور باش يعمل ليشوفمون نتاعو من الريستوراسيون من لونترينمون كل شيء معناها يبدا من ريجل. بالرغم هذا أونس شفناها فك اللقطه هذيك كيفاش وحدها معناها تريجل في الخط نتاع ليني، وهذا ميساج حلو معناها للاعب هذايا، ويوريك كونه راهو البطل قبل ما يكون ملاعب. هذه الصوره، هذه الصوره كيفاش هذه الصوره يوريك زاد كونه البطل قبل ما يكون ملاعب في ديه وسقيه، لازم يكون زاد ملاعب في العقليه نتاعو وعنده العقليه نتاع اللاعب المحترف. ولا شوفوا كل ابتسامه يعني أونس جابر تقوم بالدور هذا، هي مبتسمه كيفاش فرحانه، وحاجه يعني لقت استحسان كبير برشا وراوش كبير في مواقع التواصل الاجتماعي. بطبيعه هو راهو أونس البرة من الملعب راهي معناها روحها خفيفه ياسر، وسحبت جو وسحبت نكته، والناس اللي تعرفها يعرفوا الشيء هذا. فلقت حلوه ياسر، وبالحق كما قلت انت سي عبد الله، اليوم أونس ولات معناها تلقب بوزيرة السعادة. فهذا مش من لا شيء، وهذا هو ان شاء الله في الدوره هذه أونس بقدر ربي تحرز لنا ان شاء الله نتائج باهيه. نحكيو شويه ماهر على شتوتغارت، دوره كبيره برشا، لام الكل معلقة على أونس جابر، ناس كل تستنى في مقابلة أونس جابر، إن شاء الله أونس جابر تكون تجاوزت المخالفات الإصابة نتاعها، الخدمة صحيحة مش تبان توا. صحيح، هو دورة شوتغارد هي دورة نجم نقولوا دورة معناها في البريود دو بريباراسيون على الأراضي الترابية لدورة رونغاروس، وكذلك كل دورات تحضيرية لدورة رونغاروس. دونك الدورة هذه هي دورة من فئة 500,000 دولار، دورة معناها الحقيقة مشاركين فيها بريسك من 9 الأوائل في العالم. دونك عندنا رقم 1 في العالم اللي هي سويتيك اللعبة البولندية باش تشارك في الدورة هذية، باولا بدوزا رقم 2، أرينا سابالينكا رقم 3، ماريا ساكاري رقم 4، كونتافيت رقم 5، بليسكوفا رقم 6، أونجيبر رقم 7، وإيما راديوكانو اللي هي رقم 8 اللعبة الإنجليزية اللي حرزت في عمر 18 سنة عم ناول على لقب بطولة رونغاروس، وتخلفت بسبب الإصابة، والدورة هذه دخلت ببطاقة الدعوة وما زلت كي رجعت معناها في السيركوي باش تشارك في الدورة نتاع شتوتغارت. دونك دورة قوية ياسر. المنافسات للدورات الرئيسية تبدا إن شاء الله غدوة نهار الاثنين. أون جابر صارت معناها تيراجو سور نهار السبت البارح، صارت القرعة، أون جابر باش تواجه إن شاء الله في الدور الأول اللعبة معناها التشيكية فوندوسوفا اللي هي كلاسية 32 في العالم. دونك اللعبة هذه عمرها 22 سنة ولعبة صاعدة، ربحت في دورة باريس معناها لعبة كونتافيت في الشوط الثالث. دونك باش يكون ماتش نتصور معناها موج ساهل بالكل، وكان إن شاء الله تتعدى أونس باش تواجه الأمريكانية غوف. دونك ليسبوار معناها نتاع ليزامريكان في التنس. فدوره صعيبه، دوره فيها اكثر من 700,000 دولار قيمه ماليه، والدوره الوحيده في العالم اللي الفائز نتاعها يتم اهداء له سياره بورش، لانه دوره شوتغارت برعايه معناها بورش هو سبونسور اوفيسيال نتاع الدوره هذه. دونك نتمنى ان شاء الله حظ سعيد الأونس، واليوم بدات معناها مرحله الاراضي الترابيه اللي هي معناها سي اون سيرفاس الحقيقه صعيبه شويه تتطلب. طيب بما انك انت ماهر مدير فن، حتى العبيد اللي قاعده تتبع في الرياضه هذه، اعطينا لمحه على خلينا نقول اللاعب كي يلعب في اراضي يعني فما ترابيه وفما لاعب يلعب في يعني حاجه صلبه، هل انه فما فرق كبير؟ هل انه اللي لازم يكون فما تحضير بدني كبير، خاصه انه كي نشوفوا على اراضي ترابيه لازم تحضير بدني كبير وفيه تعب برشا. هو في رياضه التنس فما ثلاث أصناف، فما الأراضي الترابية، فما الأراضي الصلبة الأراضي السريعة فما الأراضي العشوائية اللي هو الجازون كيما دورة بدون اللي تلعب في الأنجلتير. دونك يختلفوا على بعضهم. دونك أسرع معناها أرضية هي الأراضي العشبية الجازون، سي لا سيرفاس لا بلو رابيد، بعدها تجي الأراضي الصلبة اللي هي السيرفاس جنيسيت، والأراضي الأقل معناها سرعة هي الأراضي الترابية. دونك الأراضي الترابية معناها البوان يقعد فيها أكثر، الماتش يقعد فيه أكثر وقت، خاطر أراضي معناها أقل سرعة من الأراضي الأخرى. دونك
معناها يلزم برشا حضور بدني. هو هل أنه التراب فما تربة خاصة؟ هل أنه فيها قواعد وقوانين؟ نعرفوا يعني التربة مش أي تراب يتحط في ملعب كيف كيف باش تلعب به، أكيد فيها قواعد أكيد باش الكرة يعني يقن. صح. نوع من التربة. من التربة. هنا أحمر. تلقى هذه ملونة حمراء، وبعض ساعات تلقى دي تيران يعملوا يبدوا شوية كورة. خاطر ينجم يسمع كواد يقول كيفاش في التراب كورة مش تتعدى وتطلع، اللي هي كما قلت علي أنت باش العباد تعرف اللي هي تربة خاصة سبيسيال. معناها اون بودر سبيسيال معمولة للتنس، وبيان سور تيران كامل فيه معناها اون ستركتور كاملة، وتتحط هذيك من الآخر بالكل راهي كوش هذيك التراب. جست معناها باش تحط فرشه صغيره، لكن الفونداسيون هي كلها تصير من لوطه. دونك الاراضي هذه اراضي الحقيقه تتطلب من اللاعب مجهود بدني كبير، لانه كما قلت لك البوان يقعد برشا والجو يقعد ياسر والماتش يتوال اكثر. دونك ولكن مع هذا نقولوا نحن بالستيل دو جو نتاع اونس زاده تجم تلقى راحتها خير في الاراضي هذه، وهذاك ان شاء الله نتمناوه. واليوم هذاك هو معناها اللاعب المحترف لازم يكون معناها حاضر باش معناها يكون في اي ارضيه في اي معناها ظروف يكون حاضر باش يقوم بالنتائج طيبه. وصحيح اللاعب راه لازم مده صغيره باش يتاقلم، هذاك علاش توا كنشوفوا لي غران سلام يكون فما ديما شهر ولا شهرين دورات تحضير. علاش؟ خاطر يخرجوا من الاراضي الصلبه في اون بريباراسيون تاع شهر شهر ونص باش يحضر لك الدوره هذيك. خاطر التاقلم تحب له شويه وقت، خاطر لي روبيري تبدلوا، الفيتيس دو بال تتبدل، السونساسيون تتبدل، كل شيء يتبدل. دونك كيما مثلا في كره القدم واحد يلعب في الغازون وفي السانتيتيك برشا حاجات تتبدل مش كيف كيف هي. بالرغم تراه هو هو. دونك هذا هو، وان شاء الله معناها هي لعبت ديجا في التورنوا الاخرين اللي عم فيه دور نهائي هذاك على الاراضي الترابيه. ديجا باش نشوفوا الصوره نتاع دور نهائي اكيد المتحصل على هذه الصوره كيفاش حتى ولو هي وصلت للنهائي وللاسف ما توجدش، لكن الرمز هذاك القلب الرمز هذاك عنده شارم اخر وحاجه به انه يشجع أونس بمزيد من العطاء ان شاء الله لمالي المره الجايه نلقاوها في منصه التتويجات. صحيح، هو الحقيقه هي توجعت برشا في الفينال، شفناها حتى تبكي أونس اثرت برشا وعندها الحق، خاطر معناها برشا مرات تحس روحها توصل للعين وما تشربش، ديما دخلت هكا الفينال والدمي وما دخلتش كيما حكينا في المره اللي فاتت باش معناها الاكسيد لي جوار هذوما دو نيفو. ولكن انا نقولها سافا فينير، شد صحيح واخدم على روحك وتو تجي وتو بقدره ربي تطلع هكا البالي هذيك. اوكي الصوره يعني أي. مشكور جدا سيف بولعريس اللي عمل زوم على حلوه برشا تروفي حلو مزيان ياسر. والله شوف هو راهو كي نشوفوا بنيه تونسيه كيما هكا في معناها انا الحقيقه اللي اثر فيا برشا بغض النظر عن النتيجه الربح والخساره، خاطر ديما الرياضه فيها ربح والخساره، هو حب الجمهور اكيد للعبه هذه. معني كي تشوف الجمهور الامريكاني كيفاش يشجع في البنيه التونسيه في الماتش هذاك، وفما حتى من الجمهور تاثروا كيفاش خسرت وحبوها تربح. بالحق بالحق معناها هذا شيء معناها نقولوا نحن ما ينجم كان يفرحنا، وان شاء الله قلت ربي أونس تفرحنا في التورنوا هذا نتاع شتوتغارت. ان شاء الله أونس تفرحنا وتكون متعلقه. باش نحكي توا ماهر عن مشاركه عناصر المنتخب في دورات التحدي، اكيد الدوره هذه مهمه جدا. صحيح والله هما دورات مهمين برشا، دورات هذوما نقولوا نحن اللي يخليه الجوار يطلع من الاماتوريزم للكوتي بروفيسيونيل احتراف الاحتراف. دونك دورات هذوما قاعدين يدوروا بريسك عام كامل في المونستير في الاوتيل ماجيك لايف. دونك كل جمعه فما دورات، كل جمعه عندنا الحقيقه لاعبين قاعدين توا بريسك على عام كامل هما يلعبوا توا في الدورات، كيما معز الشرقي، كيما عزيز دوغاز، كيما عزيز الواقع. دونك هذوما وليدات اللي نقولوا نحن كيما فريال بالحسن زاده، هذوما وليدات اللي قاعدين نقولوا نحن يطمحوا باش يعملوا كارير نتاع ان جوار بروفيسيونيل. دونك النتائج نتاعهم الحقيقه مازالت ما شدتش ثنيا كيما نقولوا كيما اللاعب اليوم اونجيبر ولا كيما مالك الجزيري، اللي خاطر الرياضه هذه صعيبه مش سهله. ولكن ان شاء الله بالصبر والمثابره نتمناو كونوا يزيدوا يتحسنوا نتائجهم خير ويتطوروا، ونعرجوا زاد على دوره ليتيف جونيور اكيد اللي هي صارت في سوسه اللي هي جراد 2 تورنوا قويه معناها يشاركوا فيها من تنجم تقول كيما البطوله الافريقيه مصغره فيها احسن لاعبين تحت 18 سنه.
لا محالة كان نصيب الأسد من جنوب أفريقيا في الذكور وفي الإناث معنى أحرزوا دورة الذكور ودورة الإناث. أحسن نتيجة بالنسبة لتونس كانت لعبة في رياب الحسن اللي عمل دور نصف النهائي. وفي الذكور كان لاعب يوسف اللبان اللي ولعب الهرميسي اللي خسروا في دور ربع النهائي في السامبل معناها في الولاد. دونك هذه دورة تخلينا نراجع شوية أنفسنا نشوف المستوى متاع صغارنا بارابور الجيراننا بارابور للقارة متاعنا ونراجع رواحنا باش إن شاء الله علاش ليه الدورات الجاية نقولوا نحن مرات محوش يكون عنا إن شاء الله صغيرات يكسبوا الألقاب هذه. هو بالخدمة وبالعمل وبالجدية أكيد موضوع الاحتراف موضوع كبير برشا ماهر وأنه الشخص مش يوصل للعالمية والاحتراف لازمه برشا تضحي. صحيح والله هو راهو موضوع كبير. اليوم معناها الرياضة بصفة عامة والسبور معناها يقول لك إي دوفوني أن سبيكتاكل معناها ولات كيما أون مارشاند وفما توت أن انفستيسمون فما برشا فلوس في الرياضة. دونك احنا اليوم نقول إذا كان نحبوا الرياضة نتاعنا تنهض راهو لازمنا معناها أنكادر معناها جوريديك فما أنكادر نقولوا نحن ديكونومي دو سبور وفما اون فولونتي بوليتيك معناها سياسه نتاع دوله. ما نجموش اليوم نقدموا بالرياضه واحنا مازلنا معناها في لو بابا معناها في الباراديغم اللي هو اماتوريزم بروفيشناليزم. مازلنا اليوم في تونس ما تعديناش من نقول احنا مرحله نتاع الهواة للاحتراف باتم معنى الكلمه في كل الرياضات راهو مش كان في التنس. دونك اليوم الحقيقه لازمنا ثم سياسه وفما معناها توجه يمكن صحيح تميل الرياضه مع الرياضه. ثم بلدان في العالم ما نعرفش انا يمكن البيسبول رياضه رقم واحد في البلاد ولا الهوكي سير جلاس رياضه رقم واحد في البلاد ولا الركبي رقم واحد في البلاد. هذيك سي لا فولونتي والسياسه نتاع الدوله وين هي تحب توجه الرياضه هذه اكثر من رياضه اخرى. لكن بصفه عامه لازم ثم منظومه وين فما انفستيسمون فما قوانين تخلي الجمعيات وتخلي المسؤولين اليوم ينهضوا معناها بالجمعيات نتاعهم ويجيبوا معناها الموارد باش ينجموا يصرفوا على ليزيكيب نتاعهم ويلقاو الانفراستركتور باش يترانيو ويلقاو الاستادات باش ينجموا يلعبوا باش نجم الرياضه تنهض. لكن بالطريقه هذه الحقيقه صعيب ياسر كان باش نجموا معناها نقولوا نحن ننافسوا حتى معناها نشوفوا توا جنوب افريقيا ولا نشوفوا المغرب ولا نشوفوا مصر الحقيقه خير منا معناها بكل صراحه في على كل المستويات في الانفراستركتور في السياسه نتاعهم في الجمعيات نتاعهم. تشوف انت معش انا الاهلي المصري تدخل اللوكال ولا البارك نتاع الاهلي المصري تقولش عليك تحوس في لونجلتير ولا في اسبانيا. دونك لهنا فما نقولوا نحن لازم نلقاو حلول اي لازم حدود جذريه ولازم يكون معني يصير انديباه الحقيقه انتريسون باش كيفاش باش ننهضوا بالرياضه بصفه عامه اليوم في تونس. لازم فما معناها كادر كامل يحاول الرياضة هذه باش تنهض. واليوم مع بالرغم هذه عندنا أبطال وعندنا نتائج وبالمشاكل اللي عندنا وبلي نحكيوا فيه ديما موجودين. وحتى الوزارة لازم تتدخل زي وزارة الشباب والرياضة تو مشكورة رئيسة الجامعة مدام سلمى المولي اللي قاعدة تقوم بعمل كبير. لكن واحد ما تنجم تعمل حتى شيء في ظل أنه لازم تكون لوزارة الشباب والرياضة الدعم الرياضة هذه. الرياضة هذه هي اللي قاعدة تنور في وجه البلاد. أنس جابر اللي قاعدة فرحة الملايين الكل على الأقل. شوفوا نحن نشوفوا جنوب أفريقيا وبعض البلدان الأفريقية اللي طوروا واللي فاتونا شوي ومو على الأقل وزارة نجم تعاون تعاون الجامعة وتعاون هالجمعيات هذه وتعاون الفرق باش نجم نطلعوا أبطال. بيان سور هو راهو معناها كيما قال وقت اللي معناها وقت اللي جاء عضو المكتب الجامعي لهنا بحذانا مع مدام سلمى وسي محمد ليوان رئيس النادي معناها قال جملة حلوة برشا. قال الناس هذوما مش طالبين شيء عطيوهم خل عندهم الموارد نتاعهم وحبوا يعاونوا عطيوهم لوفوفير باش ياخذوا تيران باش يبنيوا باش تبني مدام سلمى بدي سونتر دو فورماسيون نتاعها ولا الاكاديمية اللي تحب تعملها باش محمد كرئيس يوسع في النادي نتاعه ويكبر في الانفراستركتور باش رئيس النادي الفلاني زاد هو يحسن عطيوهم حتى معناها لوفيت كونه باش تجي يعطيه لوفوفير باش ينجم يخدم يلقى برشا تعطيلات. هذا هو اللي كادر نحكي لك فيه اليوم. راهو اذا كان نحبوا نقدموا وهو هذاك هو معناها سالوفليت معناها حال البلاد الكل سي عبد الله مش سبور احنا باش نكونوا زاد كيما الاخر قال معناها يتفرج في ماتش فوت
الاسبيرونس وما عرف شكون في استاد قال كان نمشي نتفرج في البرسا والريال خير. هي قالوا مالا انت كي تحب تتفرج انت في البرسا والريال حتى كي تخرج من استاد نتاع الكامب نو ولا استاد نتاع مدريد موش كيما تخرج من استاد رادس. تخرج انت من استاد رادس تحب لك ساعه ونص باش تروح للدار، تخرج من مدريد في ربع ساعه تلقى روحك في دارك. تنظيم محكم معناه هو اللي صحيت منظومه كامله ماهيش مربوطه كان باك الساعه ونص ماتش فوت ولا ماتش تنس. دونك ان شاء الله المسؤولين يحاولوا نراجعوا انفسنا في ان شاء الله باش نحملوا انطلاقه جديده للرياضه نتاعنا. واضح ان شاء الله الناس الكل تكون يد واحده، خاصه رياضه التنس اللي فرحت برشا ناس ولات رياضه شعبيه أنس جبر اللي فرحت التوانسه الكل، وخاصه انه المتفرجين من دول اخرى ساند أنس جبر وشجعوه. وصلنا الختام حصة استاد الحياة اليوم، شكر خاص لنوفل الشرطاني في الإخراج التقني، كذلك محمد سيف بولعريس في الإخراج الرقمي، أنس الهمامي في تنسيق المكالمات الهاتفية، عبد الله حطاب كان كوتي ميكرو. ملتقانا الأسبوع القادم في استاد الحياة، شاهي طيبة للجميع. استاد الحياة، استاد الحياة، برنامج أسبوعي نتناول فيه أخبار الملاعب وجديد عالم الرياضة، أخبار الشبيبة والرابطة الثانية والأولى، نتائج الدورية المحلية والبطولة العالمية، وآخر أخبار النوادي والفرق التونسية في مختلف الاختصاصات. هذا الكل في استاد الحياة.